السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد وفي معلومه جديده. بنكمل مع بعض سلسله حل الامتحانات على منهج الصف السادس الابتدائي الوحده الاولى. حلنا امتحان من كتاب اكسلنت على الوحده الاولى، وهنحل امتحان النهارده من كتاب استباهت. زي ما قلنا بننزل الشرح بالتفصيل وبننزل مجموعه من الامتحانات. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه ولايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد. ونبدا مع بعض امتحان من كتاب استباهت. السؤال الاول: لازم اند تشوز ذا كوركت انسر، استمع واختار الاجابه الصحيحه. في نص استماع اسمع وبعد كده ايه اجاوب. نسمع ونختار: in a village in the countryside there lives a giant who has a wonderful garden. يبقى نمبر 1 هنختار ايه؟ هنختار ايه؟ هنختار village. نمبر 2: in his garden there are tall trees. سهلة جدا، يبقى tall trees. Number 3: every afternoon the local children come to play in the giant's garden. يبقى every afternoon. طبعا تحس ان نص الاستماع سهل عشان القطع خدناها، فلازم القطع اللي موجودة في المنهج نقراها كويس بل ونحفظوها عشان لو جت منها نص الاستماع نعرف نختار الإجابة الصحيحة أو نكتب true أو false، صح أو خطأ. السؤال الثاني: listen and complete the sentences، استمع وأكمل الجمل. هنا جملة ناقصة كلمة، هسمع نص الاستماع وأكمل. The community garden is a big green space on the roof of an apartment block. مركزين؟ كتبتوها؟ أكيد يا مستر. community: the people who work there are all volunteers from the neighborhood. from the neighborhood. they grow vegetables to eat. يبقى كده تمام، كتبنا رقم واحد community، number two neighborhood، number three vegetables. يبقى اسمع نص الاستماع وحل السؤال الاول والثاني جم نص استماع. السؤال الثالث: choose the correct answer، اختار الاجابه الصحيحه. she not to the club. هنا مع شي يا مستر بيجي الفعل فيه اضافات ولا بدون اضافات؟ اكيد فيه اضافات. مع هي وشي وات قلنا مفرد زياده. يعني ايه مفرد زياده؟ يعني في اس او اي اس او اي اس. يبقى يوجوالي جو مرفوضه وجو يوجوالي مرفوضه. تمام يا مستر، كده احنا استبعدنا اختيارين. طب نختار جوز يوجوالي ولا يوجوالي جوز؟ لا نختار يوجوالي جوز. ليه يا مستر؟ عشان ظرف التكرار ياتي قبل الفعل الاصلي، وجوز دي فعل اصلي. يبقى شي يوجوالي جوز تو ذا كلب. نمبر 2: we go to Alexandria، نذهب الى الاسكندريه. once a مره في السنه، يبقى once a year. once a year هنا a بتساوي every، a دي بتساوي every يعني كل سنه، مره في السنه او مره كل سنه. once a year. نمبر 3: how not do you work in the community garden، يبقى how often كم مره، خدنا القاعده كم مره. do you work انت بتشتغل فيها، in the community garden في حديقه المجتمع. how often do you work in the community garden، والاجابه I work there every weekend، انا بشتغل كل اجازه او كل عطله نهايه الاسبوع. number 4: my parents not angry with me، عشان نحل السؤال ده عايز اقول والدي. والدي ده مفرد ولا جامع؟ طبعا جامع، هستبعد is rarely، استبعدناها كده خلاص. عايز اقول والدي بيكونوا نادرا غضبانين مني. have really ما برضه ما تنفعش، يبقى يا اما اختار are really او rarely are، اختار انه واحده. احنا قلنا ظرف التكرار ياتي بعد verb to be، ياتي بعد verb to be، يبقى اختار are really. يبقى السؤال ده عشان ما حلوش غلط استبعد الاجابات عشان ما اتلخبطش، وبعد كده اشوف ظرف التكرار ياتي قبل الفعل الاصلي او بعد verb to be، يبقى are really. السؤال الرابع: read and match A with B، اقرأ وصل A مع B. العمود A بيقول لي in the garden في الحديقة there are يوجد، ها في الحديقة يوجد إيه؟ there are birds singing in the trees، يوجد طيور تغني في الأشجار أو على الأشجار. يبقى رقم واحد بـ C. number 2: there are lots of different restaurants، يوجد الكثير من المطاعم here، هنا يوجد الكثير من المطاعم here. but the food، ولكن الطعام doesn't taste like the food at home، مش نفس طعم الطعام اللي في البيت. يبقى رقم 2 ب F. number 3: we need more volunteers، نحتاج الكثير من المتطوعين. يبقى رقم D to join the mini forest organization، عشان يلتحقوا بالفورست organization.
Number four. Do you want to come to my house? هل تريد أن تأتي إلى بيتي؟ هقول إيه؟ Thanks. شكرا. But I always help my aunt on Fridays. ولكن أنا دائما بساعد خالتي أيام الجمعة. يبقى number four B A. Number five. People use the park a lot. يستخدم الناس الحديقة كثيرا. For not لي for sports and meeting friends لممارسة الألعاب الرياضية ومقابلة الأصدقاء. السؤال الخامس. قطع عليها أسئلة. أقرأ قطع بتركيز وحاول أترجمها وأفهم معناها وحل الأسئلة. Read the text يعني أقرأ النص. And answer the questions وأجب عن الأسئلة. The great forests of the world are very important يعني الغابات الكبيرة في العالم مهمة جدا. These forests هذه الغابات are like oceans مثل المحيطات of trees محيطات الأشجار. زي عايدة على الغابات أو على الجريد فورستس هيسألني في معناها. They are full of thousands of different kinds مليئة بآلاف الأنواع المختلفة of plants النباتات and animals والحيوانات. However ومع ذلك we are cutting down ومع ذلك احنا بنقطع the trees الأشجار because لأن we need wood محتاجين ايه الخشب and we need more land ومحتاجين أرض أكتر for food للطعام. So the world forests لذلك غابات العالم are getting smaller بتصبح أصغر وأصغر. In this if these forests إذا هذه الغابات are cut down تم قطعها a lot of plants كثير من النباتات and animals والحيوانات will disappear سوف تختفي from the world من العالم. The land الأرض will look like deserts هتبقى مثل الصحاري. Crops المحاصيل will not grow there مش هتتزرع او مش هتنمو هناك. The weather الطقس will get hot سيبقى حار. And the climate of the world will change ومناخ العالم سوف يتغير. Choose اختار. We cut down trees احنا نقطع الاشجار because we need more محتاجين more crops الكثير من المحاصيل. The world forests are getting يعني غابات العالم are getting smaller بتصبح أصغر. What does the underline word they refer to they عايد على إيه؟ على great forests يبقى they refers to great forests. What will happen إيه اللي هيحصل to the climate للمناخ if إذا these forests disappear لو هذه الغابات تختفي. هقول إيه the climate of the world will change مناخ العالم سيتغير. السؤال الثالث reorder رتب. Number one what يبقى what things ما الأشياء do you grow التي تزرعها. Number two does هنا بمعنى هل يبقى does your garden هل حديقتك does your garden هل حديقتك produce تنتج a lot of vegetables الكثير من الخضروات. Number three whales يبقى whales family عائلة وائل leaves تعيش in a tall building في مبنى طويل. السؤال السابع بنك تويت. Are Dina and Yasmin good at planting trees؟ هنا are الـ A capital بداية الجملة أو بداية السؤال. Dina D capital اسم شخص. Yasmin الـ Y capital. طب ده سؤال عرفنا منين بدأ بـ R وR هنا بمعنى هل. يبقى في الآخر علامة استفهام. في الآخر علامة استفهام. طب عرف إزاي إن هو جملة من السؤال لو بدأ باسم أو ضمير. هنا لا بدأ لا باسم ولا بضمير. السؤال الثامن باراجراف. Write a text of اكتب نص من 50 words من 50 كلمة. Using the following elements باستخدام العناصر الإرشادية. باركس حدائق جيب لي كلمة باركس حدائق. Important مهم. Green أخضر. بيبول ناس. Walk يمشي. Sports ألعاب رياضية. Read يقرأ. بنت يلون. Kites طائرات ورقية. Keep يحافظ. كلين نظيف. سهل جدا. أول حاجة بعملها بكتب العنوان في نص السطر. Parks بين علامات تنصيص. تاني حاجة بسيب مسافة أول سطر. وقبل ما أبدأ لازم افكر في الجمل اللي انا هكتبها ومعانيها. جايب لي باركس وامبورتنت ممكن اقول الحدائق مهمه. مثلا الحدائق اماكن خضراء. انا هنحاول نقول الافكار بالعربي بعد كده نحولها للانجليش. الناس بيتمشوا اللي هو بيبول ووك. وهنا سبورتس ممكن اقول الناس بيلعبوا العاب رياضيه. يبقى بتحول الكلمات لافكار
والأفكار تحولها لجمل بصورة سهلة وبسيطة، ونبدأ مع بعض كتابة الباراجراف. ممكن نقول باركس ار فيري امبورتانت ان اور لايف، يعني الحدائق مهمة جدا في حياتنا، ونحط فول ستوب. خلي السطر نبدأ السطر التاني من اول السطر، ما نسيبش مسافة، هو بنسيب مسافة في اول سطر لكن تاني سطر بنبدأ من الاول. There are a lot of green spaces there، يعني يوجد الكثير من الاماكن الخضراء او المساحات الخضراء هناك. People walk and play sports there، يعني يمشي الناس ويلعب ألعاب رياضية هناك. زي طبعا عايدة على الناس. They can read and do many activities، يستطيع أن يقرأوا ويقوموا بالكثير من الأنشطة. Children الأطفال، بنت بيلونوا and fly kites، وبيطيروا طائرات ورقية. There هناك. We should keep our parks clean، ينبغي أن نحافظ على حدائقنا نظيفة. We should plant a lot of trees، ينبغي أن نزرع الكثير من الأشجار. يبقى نلاحظ لما نكتب باراجراف العنوان في نص السطر بين علامات تنصيص، أسيب مسافة في أول سطر، أبدأ بالحرف الأول كابيتال في نهاية الجملة فول ستوب، زي ما تنتهي الجملة انتهت في آخر السطر، تمام، انتهت قبله أكمل. بعد ما تنتهي ببدأ بالجملة الثانية الحرف الأول كابيتال، ولو بدأت بتاني سطر ما سيبش مسافة، المسافة بس في أول سطر. طب تاني سطر الحرف الأول كابيتال، وفي نهاية الجملة فول ستوب الحرف الأول كابيتال. يبقى عندك كتابة الباراجراف في مجموعة من القواعد لازم اتباعها. العنوان في نص سطر، أسيب مسافة في أول سطر، الحرف الأول كابيتال، في نهاية كل جملة فول ستوب. أراعي إن الجمل تبقى في زمن صحيح، أنا بتكلم عن الحدائق وأهميتها، بتكلم عن الزمن المضارع، ببدأ بالفاعل ثم الفعل ثم التكملة. وهننزل إن شاء الله فيديوهات شرح الباراجراف على السبورة بصورة سهلة وبسيطة، فما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير عشان يوصلوك كل جديد. وكمان هننزل شرح المنهج تاني من الكتب الخارجية المختلفة، هو منهج جديد، فمحتاجين نأكد المعلومة من كذا كتاب ومن كذا طبعة. لو في حاجة مش واضحة اكتبوا لنا في التعليقات، ونتقابل في فيديو جديد وفي معلومة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.